أنا مينة الله، عمري 8. جيش الاحتلال كل يوم بفوتوا عن مخيم جنين، مرة من المرات بفوتوا جيش إسرائيل عبيتنا عشان يستخدموا القناصة عبيتنا. سمعنا يعني صوت شباب بصيحوا، أجوا فكناهم شباب، فاتوا الجيش. اكتشفهم طبعا اللي هو زوجتي، طلت بدها تشوف مين اللي بالصالون واللي هم الجيش، صارت تصيح عليهم، في عنا أطفال ولاد صغار، في عنا مرضى. فوتونا على الغرفة وبابا كان واقف على الباب. لما سمعنا صوت انفجارات وطخ خفنا كتير كتير. فأطفالي الصغار كل واحد بحضن واحد كبير من أخوته أو أمه، وكانوا وجوههم يعني من الخوف بدها تتشكك. ولما طخوا كتير خفت، ما كتبتش يعني، كنت أرجف. فكنت ماسك بيد الجوال، فاعتقدوا أني أنا بصور أو إشي، فدش علي جندي من مسافة وضربني وقعت على الأرض. كانوا أطفالي كبالي يعني كلياتهم، صاروا يصيحوا ويعيطوا. كان بابا يعني مع جواله، أجا فات ضربه. بعد ما طلعوا طبعا احنا يعني عندي الاطفال الصغار يعني كان عندهم حاله من الخوف والرعب. يعني البنت عمرها 3 سنين، بعد ما طلع الجيش نامت نومه كبيره من الخوف والرعب. وكان في بالمطبخ كان في غطكه كتير من الرصاص، وهنا بالغرفة الضيوف كان راميين الوسايد بتاعت الكنبايات ورصاص كتير كتير. فتحنا الباب، كان في طفل مرمي باب الدار، كان مرمي على ظهره، مرمي على الأرض والجب طالع عليه ودهنه مقطوعة. ومنخاف يعني لما نسمع صفارات الإنذار، منحسه يعني فايتين الجيش عندنا.